عليك. رانا اليوم مجتمعين في ولاية بجاية في اجتماع جهوي خاص بالنقابة المستقلة لبيولوجيا الصحة العمومية للحديث وتفسير ونقاش القانون 0203 الخاص بالعمل النقابي. كما تم على هامش إجراءات الملتقى الحديث والتكلم حول مسودة القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بسلك بيولوجيا الصحة العمومية التي قمنا بسحبها يوم أمس من وزارة الصحة بتاريخ 14 فبراير 2024. المسودة هذه كانت نتيجة عدة اجتماعات مع وزارة الصحة لمدة أكثر من سنتين، كما قمنا بتقديم أكثر من 3 مسودات قبلها. رغم هذا للأسف لم تكن المسودة في متطلعات نقابة بيولوجيا الصحة العمومية، لم تتكفل بمطالب وانشغالات السلك والمنخرطين، كما أننا قمنا اليوم يعني ب مراجعة هذه المسودة مع الأعضاء الحاضرين خاصة من ممثلي المجلس الوطني، والتي سيأخذ بعد الإجراءات اللازمة مع الوزارة الوصية. كما نناشد كنقابة مستقلة لبيولوجيا الصحة العمومية السيد وزير الصحة كان متكفل بتحاليل الطبية الخاصة بجائحة الكوفيد وبالكشف عن فيروس كورونا على مستوى كل مخابر عبر الوطن، وكنا ننتظر يعني تثمين لهذه الجهود عن طريق تحسين للقانون الأساسي. رغم هذا كما قلنا تفاجأنا أنه خرج في الوضعية هذه، خرج القانون أو مسودة القانون في هذه الوضعية. كما نرفع أمالنا عاليا يعني وننشد السيد رئيس الجمهورية بما أنها ما زالت مسودة ولم تصبح قانون أساسي رئيسي أن يكون هناك تغيير وتكون هناك مراجعة. شكرا جزيلا. زلت الأول دونك نكي ناس نبيل بكتاش دونك ريسبونسابل الكورديناتور دي بيولوجيا سونتي بيبليك ولاية بكايف. دونك استاذن خدم لا جورني ريجيونال دانفورماسيون اي دو فورماسيون في لي دروان دي بيولوجيا سونتي بيبليك. دونك في لا نوفيل لوا دونك يا اون نوفيل لوا ثورة تجديد 2302 دونك لان ساعه لوا تقديم 9014 ثورة ميت من دوله لوا تجديد نو سوم اوبليجي دو سادابتي لا لوا ايني. دونك بور باسي دو لونسيان لوا ا لا نوفيل لوا دونك اون دو سادابتي اون دو سو ميتر اون كونفورميتي لازمنا دونك لادابتاسيون. دونك سي بور سي نخدمنا جورني دي كبيايات دونك سو لا توتيل دو سانديكا ناسيونال دي بيولوجيا سونتي بيبليك لو بريزيدون دكتور بوجلال دونك وساد دونك نعرض لي سانديكا دو توت لا ويل دو توت لا ريجون دو لاست اي دو سونتر puisque après il y aura encore d'autres journées du côté ouest pour toujours information et l'adaptation de la loi INE. Il faut qu'on la fasse adapter à la nouvelle loi, sinon nous ne sommes plus reconnus comme défendeurs de ce corps de biologie santé publique. L'objectif principal de ces syndicats, c'est de défendre les droits de biologie santé publique. Les défendre comment? C'est essayer de demander des droits pour améliorer le service de diagnostic des maladies qui m'a gagné dans le laboratoire pour aider le médecin à trouver des solutions, trouver des traitements adéquats à partir d'un bon diagnostic pour le malade, pour que le malade soit bien pris en charge.